بالنسبة لعمليات الجيوب الأنفية قبل ما أي واحد يدخل العمليات لازم نتكلم معه ونقول له على المضاعفات اللي ممكن نتوقعها بعد العملية. المضاعفات تتقسم إلى مضاعفات صغرى كبرى قريبة وبعيدة الأمد. أكثر المضاعفات اللي تصير هي تصير لأي مريض يدخل لأي عملية اللي هي النزيف والالتهاب ومشاكل التخدير. النزيف بالنسبة لعمليات الجيوب الأنفية جدا قليل أنه يحصل بعد العملية، لأن أي نزيف نلاحظه أثناء العملية نوقفة. النزيف طبعا أنواع، يكون نوع شرياني أو وريدي، وبالأغلب أنه يكون وريدي ويوقف مع الحشوات اللي نحطها أو الدعامات. ممكن يجينا النزيف بعد فترة، أي ممكن إذا كان هناك التهاب في الجيوب الأنفية بعد العملية وما انتبهنا له أو ما تابعناه بصورة واضحة. أكثر مضاعفات اللي لازم نبلغ المريض عنها بعد العملية اللي هي التصاقات، اللي أقول للمرضى دائما أن الجيوب الأنفية مثل الجلد، إذا جرحت نفسك في الجلد راح الجلد يبي يسكر الجرح هذا، فنفس الشيء لما نسوي عملية بالجيوب الأنفية احنا راح نجرح الجيوب الأنفية وهي تبي تسكر، لكن الهدف من العملية إيش؟ أن نفتح الجيوب الأنفية كثر ما نقدر بحيث أن الأدوية توصل والإفرازات أو الالتهابات تطلع، وأنا أقدر أفحص بعد العملية وأشوف كيف مدى تحسنها خلال الفترة هذه. فإذا صارت التصاقات وسكرت الجيوب الأنفية معانا معناته ما راح نقدر نوصل الدواء والالتهابات ما راح تقدر تطلع وتفشل العملية. فنسبة الالتصاقات تقريبا توصل ل 20% إذا ما تبعناها، لكن شلون نتفاداها؟ ثلاث شغلات ممكن نسويها. الجراح نفسه لازم ينتبه على الجيوب الأنفية ويحافظ على الأغشية المخاطية السليمة، ونقدر نستخدم دعامات اللي هي تمنع الالتصاقات خلال الفترة الأولى، خلال 10 أيام الأولى نشيلها بعد في أول زيارة في العيادة، واستخدام الغسول الأنف في الفترة الأولى خلال 6 أسابيع الأولى بعد العملية مهم. الشغلة الثانية اللي دائما نقولها للمريض أن أنت قبل لا تسوي العملية راح توقع معنا تعاقد أن الجيوب الأنفية هذه راح تكون باسمنا، لكن أنت اللي شايلها، فلازم تكون أنت يعني حريص على المتابعة في العيادة بعد العملية، وإذا كلمناك وإذا صار في التهاب أو أي مشاكل لازم تكلمنا على أساس نحافظ على الجيوب الأنفية في أحسن طريقة، وما نجي بعدين بعد سنة سنتين من غير متابعات تضطر إلى أنك أنت تعمل عملية ثانية أو تقول أن العملية فشلت. الشغلة هذه يعني مهمة جدا بالنسبة لنا وبين المريض، يعني على أساس نمنع المضاعفات لازم نكون متابعين لها. التهاب الجيوب الأنفية المزمن مثل مرض السكر والضغط، هو مرض مزمن لكن ممكن احنا نحافظ عليه تحت السيطرة، وي كنترول ات. فهذا بالنسبة للالتصاقات. المضاعفات هذه تعتبر المضاعفات البسيطة. المضاعفات الكبرى اللي لازم نبلغ المريض عليها قانونيا اللي هي الإصابة للعين أو إصابة بالدماغ. الجيوب الأنفية وين موجودة؟ موجودة بين العين وتحت الدماغ وبخلف بين الأذنين، فنشتغل احنا في منطقة صغيرة تبعد ملي عن العين وملي عن الدماغ، فممكن يصير في إصابة للعين، ممكن يصير إصابة لقاع الجمجمة أو الدماغ نفسه. الإصابات درجات، إذا صارت إصابة يعني في طبقات تفصل بين العين وبين الجيوب الأنفية، وفي طبقات تفصل بين الجيوب الأنفية وبين الدماغ نفسه. فإذا صارت إصابة للغشاء المخاطي ما في مشكلة، صارت إصابة للعظم ما في مشكلة، صارت إصابة بعدين تجي بالنسبة للعين في الغشاء اللي يفصل بين العين وبين الجيوب الأنفية هم ما في مشكلة. يصير بعدين يطلع عندنا اللي هو الدهن المبطن للعين يطلع في الجيوب الأنفية هم ما في مشكلة. بعدين تصير مشاكل وين؟ إذا دخلنا على العضلات، دخلنا على العصب، هنا يصير في مشاكل. فالجراح الناجح والاستخدام الأدوات اللي تزيد دقة العملية مهم جدا. المضاعفات ممكن تصير لكن ناخذ كل الاحتياطات ان نتفاداها. الاحتياطات تكون انك تروح للجراح ذو خبرة عالية ويستخدم احسن الادوات والتقنيات. ونفس الشيء بالنسبه لقاع الجمجمه، عندنا طبقات اغشيه مخاطيه، بعدين عندنا طبقه العظم اللي يفصل الجمجمه، وبعدين عندنا طبقه السحايا، وبعدين عندنا الدماغ نفسه. فاذا صارت اصابات للطبقات هذه ممكن تسكر اثناء العمليه من غير اي مشاكل. المضاعفات هذه يعني نسبتها من 2 إلى 3% في ايد اي انسان.
اللي يفرق معاك انك تروح للجراح اللي عنده اريحيه في التعامل مع المضاعفات هذه وماخذ كل الاحتياطات لتجنبها. الاحتياطات ممكن تكون عن طريق استخدام نظام الجهاز الملاحي اللي هو عباره عن كمبيوتر نحط عليه الأشعة المقطعية للمريض اللي عملها ويحدد لنا كل جهاز نستخدمه أثناء العملية وين موجود بالضبط، هل هو قريب من العين قريب من الدماغ، نأخذ حيطة وحذر أثناء التعامل مع هذه المناطق. فهذه المضاعفات اللي نتوقعها بالنسبة للمضاعفات الكبرى. بالنسبة للزيارات بعد العملية، احنا نقول ان الزيارات تكون تقريبا بعد 10 ايام وبعد 6 اسابيع وبعد 3 اشهر. هذا لازم نكون يعني مهيئين نفسنا كعيادة وكمريض انه لازم يكون هالمتابعات موجودة بعدها. ومثل ما قلنا المضاعفات الاخرى بعد اللي ممكن نتكلم عنها بعد شنو، اللي هي حاسة الشم. حاسة الشم جدا مهمة بالنسبة للمريض، يمكن الدكتور ما يهتم لها وايد بس المريض يهتم لها بنسبة عالية. إذا كان السبب الرئيسي لفقدان حاسة الشم اللي هو انسداد في مجرى الهواء من حيث تكون اعوجاج بالحاجز الأنفي أو تكون لحميات في الجيوب الأنفية، إذا شلنا المشاكل هذه ممكن أن الشم يرجع لنا بصورة أحسن. ما نقدر نضمن النسبة هذه متغيرة من المريض، لكن الأغلب حاسة الشم ترجع وتتحسن، وهي بعد من أهم الشغلات اللي تبين لنا إذا المرض رجع مرة ثانية والمريض ما تابع يشوف نفسه والله بدأت ما أشم لأنه ما تابع وما استخدم الأدوية بالطريقة المفروض إنه يستخدمها. فهذه شغلة هم ضرورية إن نشرح للمريض قبل العملية ويكون متسبب إن شاء الله. شكرا لحضرتك جدا.